شهدت ولاية البيض الليلة الماضية مأساة مرورية راح ضحيتها 400 إمة في حادث مرور تعرضوا له خلال عودتهم من جنازة زميلهم الراحل الشيخ الإمام عبد الكريم حلمي القاطن بولاية سعيدة. وتدخل مساء أمس المركز المتقدم للحماية المدنية الكاف لحمر مدعم بالوحدة الثانوية بقطب والوحدة الرئيسية على الساعة 21:22 من أجل تصادم بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 66 ولا. وحسب بيان للحماية فقد خلف الحادث وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح مختلفة تم إسعافه ونقله إلى العيادة متعددة الخدمات بالكافي لحمر. فبعد أدائهم لواجب العزاء في وفاة الشيخ الإمام عبد الكريم حلمي أودى حادث مرور أثر اصطدام سيارتهم من نوع رونو سيمبل وشاحنة بحياة الأئمة زوي قادة حديد محمد دوينات عباس حميان محمد. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على خير الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد. إخواني في الله، أحتاج إلى 10 ثواني من وقتك. صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو.